جزا الله خيرا فضيلة الدكتور الداعية الشهير الدكتور محمد عبد السلام على هذه الكلمات وجعلها في ميزان احسناته في هذه تصحيح مهم ان سيادة المشير الطنطاوي لم يتعرض هو لأزمة صحية بل ذهب لعيادة احد المصابين واحد المرضى في احدى المستشفيات وارسل بخالص يعني اعتذاره وتحياته للشيخ حافظ ولحضراتكم جميعا. الكلمة للأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذلك اليوم المبارك وفي تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ مصر وفي تلك اللحظة الطيبة التي نكرم فيها أصحاب الفضل على تلك الثورة وعلى تلك الإنجازات التي تحققت في مصر، أقدم تحية عاطرة لكل شهيد فتح لنا أبواب وشبابيك الحرية، بل فتح لنا كل الهواء لكي نستنشق ولكي نعيش في مناخ أفسده الطاغية السابقة. تحية عاطرة لكل شهيد قدم لنا من روحه وعزمه ما بذله لكي نعيش في تلك الأيام ولكي نحتفل في تلك اللحظة لأولئك الشهداء. تحية عاطرة لأهالي الشهداء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر والسوان وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا لنا من تلك الصفوة المختارة التي فتحت الطريق لمصر، فتحت الطريق للمجد والعز، فتحت الطريق للحرية والعدالة، فتحت الطريق لخير مصر، فتحت الطريق وأغلقت طريق الاستبداد والذل والاستعباد، فتحت صفحة جديدة في تاريخ مصر لم تفتحها بكلمات ولا بشعارات، إنما فتحت هذه الصفحة بدماء وتضحيات، فتحية لهم وتحية لأهاليهم. حقيقة إن الموقف لا أستطيع أن أعبر فيه بكلمات. كنت جالسا بالأمس أمام شاشة التلفاز وفجأة وأنا أقلب القنوات وجدت أمامي برنامج على قناة 25 يناير على ما أذكر. المهم أن الشاهد أن البرنامج كان يتناول قصة الشهيد مصطفى الصابر. هذا الشهيد رأيته أول مرة في يوم 29 من يناير، وكنت أستغرب ما سرعة هذا الشهيد، فإنه لم تمضي على الثورة إلا يوم أو يومين وقد ملأت صورته أرجاء ميدان التحرير. فلما جلست أشاهد قصة الشهيد مصطفى الصاوي عرفت وعلمت لماذا أسرع إلى جنة عبر السماوات والأرض، لماذا أسرع مصطفى الصاوي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره في الفردوس الأعلى. كان مصطفى الصاوي حافظا للقرآن، محبا لهذا الإسلام العظيم، محبا لمصر، محبا لكل خير لمصر. كان متأكدا عندما خرج يوم 28 يناير أنه خرج كي ينال الشهادة، كي ينال شهادة تفتح أبواب الحرية والعدالة والخير لمصر كلها. ضحى بروحه وهو الشاب الصغير الذي لم يكتمل 24 من عمره، ولكنه قدم لمصر تضحية عظيمة. ثم كان أبرز ما رأيته في هذا الفيلم التلفزيوني هذا البرنامج أنه أعتقد أنه الوحيد الذي سجلت الكاميرات لحظة استشهاده، فإن القادر المجرم الذي تسبب في قتله في طلقة من مدفعه للسيارة المدرعة أصابه بطلقة خرطوش في حنجرته هكذا، فأصابته فأردته شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أسرع إخوانه حوله والدماء تنسف من رقبته وهو يردد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنيئا لك يا مصطفى، هنيئا لك يا مصطفى، هنيئا لك يا مصطفى. ما أروع حسن الخاتمة، ما أروع حسن الخاتمة، ما أروع حسن الخاتمة. كان حافظا للقرآن، كان تاليا للقرآن، كان شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى كي تعود أمة القرآن مرة ثانية إلى المجد والعز. ويبقى كلمة أخيرة حتى أترك المكان لإخواني الفضلاء الأفاضل، كلمة أخيرة: إن المجرم الذي قتله من السيارة المدرعة معروف ومعلوم، فالمشهد سجل، ولكن أين القاتل؟
لهؤلاء الشهداء جميعا. هذا دين في رقبة كل مصري حر، هذا الدين معلق في رقبتي ورقبتكم جميعا، أن نطالب ونلاحق هؤلاء القتلة المسلمين الذين قتلوا الثوار يوم 28 بالذات على قبل قصر النيل وفي ميدان التحرير وفي أماكن الثورة، لابد من ملاحقتهم جميعا لا نترك هذا الحق. وأشكركم جميعا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم كله يعني نعم. مش هو لوحده نعم. نعم يوما سمته له رجل.